سلام البنات، نتمنى تكونوا بخير على خير. انا مزيان الحمد لله، صحتي مزيان. المهم بغيت نقول لكم انا ما كنبكيش، نتوما عرفتوني قويه، انا قويه قويه بزاف، وما عمر شي حاجه اثرت فيا، وعارفه اش كندير، عارفه. ولكن المهم هادشي انا درت دوك ستوريات، صراحه كنت فواحد الحاله ضغط ديال واحد الام، عارفين الدراري المشاكل الخدمه، المهم كتحس براسك مضغوط. درت هذوك ستوريات صراحه، ما عارفش نقول لكم واش ندمت واش ما ندمتش. المهم انا بقيتي كنهضر كنقول، ما قلتش حتى شي حاجه من داكشي اللي كنعيشو، قلت غير شويه وقلت ماشي مشكله ايمان، عادي. وليديا جاو مشاو للدار، جلسوا مع وليداتي، دخلوا بالصلح، قالوا لي ايمان خصك ترجعي لدارك، وهذا الشيء راه كيوقع وفاع كاع العائلات. وبصح كاع كاتنا مشاكل، انا مزوجه عام، انا مزوجه 10 سنين دابا، انا زوجت 2014 كنت مضي اليومين بزاف، وهذا قلت ماشي مشكل. سناء الله يجازيها بالخير ما خلتنيش نخرج، ما خلتنيش نمشي، بغيت نمشي نكري غير فين نرتاحي، اي الناس، بغيت غير الناس، ما بغيت والو، انا بغيت غير الناس. ونكون كنقول يا ربي نكون نفيق، نقول هادشي راه حلم، هادشي ماشي بصح، هادشي ما كتعيشيهش ايمان. ولكن الحمد لله انا راضيه، حيت اللي دار ربي الا غتكون فائده كتوصلني الورقه ديال الطلاق ديالي، ماشي هادي المصيبه. المصيبه هي انني انا الورقه مدفوعه هاد الشهر، الوقيته اللي انا مع بات ولادي في تركيا، كيجيب لي الورد كيقول لي ما عمري تفرق عليك، كنبغيك. وانا تيقت خارجين جالسين في اوتيل 5 ايطوال، كندور كسيين فرحانين، كنبغيك ايمان، انا نشري لك الورده ايمان. وهذا الشيء كله الناس عارفينه، حتى ستوريات الحمد لله باقيين عندي، كل شيء عندي، فيديوهاتي في تيك توك كلهم فرحانه، وكنقول البنات انا فرحانه، وانتوما شنو غديت انا. هذا الشيء ماشي صدمه، هذه ما عرفتش انا شنو هي، ولكن الحمد لله شتي انا ماشي مصدومه، انا ما مصدوماش، انا غير ما عرفتش هادشي شنو هو، ولكن الحمد لله الحمد لله المرا قويه، انا عارفه راسي قويه. شوف انا كنتصدم ولكن كنوض، انا ماشي النوع اللي غتبكي وتجلس تبكي، انا غنوض، عارفه راسي غنوض. هو مع هو اللي خرجني، حيت هذيك ملي رجعت كنشوف كيفاش هاد الراجل هاد الوقيته، لا علاش انا ستوري، انا كنشوف ستوري، واش انا واش بصح 19 نهار 19، لا ميمكنش يكون هادشي، وقيلا كاين غلط، لا ايمان وقيلا هادشي ماشي بصح، لا ايمان قولوا لي ماشي بصح، قولوا لي ماشي بصح، ماشي بصح هادشي. انا كنقول البارح كنقول يا ربي نفيق في الصباح يكون هادشي غير ضحك، مي هو هادشي كان باغي. وانا كنت خارجه سبحان الله، ربي دار لي داك السبب، حسيت بان ربي الله سبحانه وتعالى ما بغانيش نتصدم، حيت انا في داري في وسط ولادي وتجيني ديك الورقه، ما بغانيش نتصدم. هو كان كيقلب لي على سبه، ما كانش لاقيها ليا، حيت انا معروفه كنتهلا في راسي ونتهلا في وليداتي ونتهلا في اللي جا كنتهلا فيه، ما كل ما يقدروش حتى عائلته ما يقدوش يخبيو هادشي، ما عمرهم يقدو يخبيو، حيت انا كانوا كيقولوا لي انت كديري كلشي، علاش انت زعما كديري كلشي، علاش انت اللي تهلاي، انت اللي نهار ما تباه انا اللي درت كلشي، وكيقولوا لي انا دوك باش عايروني، عرفتوا علاش دفن عليا، قال لك علاش انت ديري كلشي، انت توجدي لماما اللباس الابيض وتوجدي لماما وديري لماما الكفن، علاش هي باغا تبان، انا غنبان في كنازه، انا كنت كنشري دنيتي، كنت حاسه نيتي غتغلب، كانت نيتي غتغلب ونيتي غتغلب، وباقا انا ما كنبكيش دابا، حيت انا ما كنبكيش عليه، ما كنبكيش، انا كنبكي على راسي. شتي النصيحه اللي نعطيكم البنات، ما تثقوش، شتي واخا يبوس لك رجليك، انا نقولها لك، انا راجلي ما كانش كيقول لي ما تثقوش وخدموا ديروا علاش ترجعوا، ما تخرجوش والو، 10 سنين الزواج، 10 سنين الزواج، انا فلوس كنت كيعطيني فلوس المصروف، عمري ما خزنت، انا انسانه عمري ما خزنت الفلوس، كان كيعطيني الفلوس ومني كيجي غير شي واحد من عائلته نتهلا ونجبد ونعطيهم، لكن انا ما ندمانش على هذا الشيء، حيت انا تربيت هكاك، تربيت نتهلاو في الناس كيما بغاو يكونوا. بغيتي نقول لك شكرا على تريسه، الله يرحم لك الوالدين على تريسه اللي هرستيني، شكرا على هاد الصدمه اللي ما نويتهاش فيك، والله ما نويتها فيك، شكرا يا نصر.